انت شايف ازاي الدعوة اللي جات لك من مهرجان العالمين، ودي اول سنة مهرجان العالمين في الحقيقة يعمل سبوت على الاندر جراوند والرابرز والموسيقى المستقلة، بتشوف ده ازاي لما جات لك الدعوة؟ كان ايه احساسك؟ والله شرف ليا طبعا، يعني دعوة اول مرة يمكن اعمل حفلة في الساحل، وان شاء الله يعني ما تبقاش اخر مرة. وبسطت بصراحة الاتموسفير بتاع الناس والفينيو نفسه، برضو المسرح الروماني بصراحة حاسس ان انا كنت في مكان اللي هو اثري اكتر منه مسرح في الفن وكده، فبسطت واتمنى ان هي تتكرر. يعني أغنية جزيرة الفيلة ماشي تأكيدا على عشقك للكينج محمد منير، كان في سامبل كده بصوت الكينج محمد منير، ولما جيت صورها صورتها في القاهرة مش في أسوان، فعايز أعرف كواليس الكليب وليه صورتها في القاهرة؟ صورتها في القاهرة عشان أنا كنت بقول في أول الأغنية أنت ارجع نصر النوبة وأشوف بحر، فكان هيبقى doesn't make sense اللي أنا صورها في أسوان، أنا بقول إن أنا عايز أرجع أسوان، فكانت هتبقى اللي هو مش منطقية شوية لو صورتها في أسوان. أنا كنت محتاج اللي هو صورها في القاهرة عشان أنقل للناس الوقت اللي أنا كنت أحس فيه إن أنا فعلا محتاج أرجع هناك وأقدم مزيكا من هناك. فكرة بقى إن أنت تبقى عامل سامبل متضفرة كده في المزيكا بصوت الكينج محمد منير، وده إيه علاقته بالراب؟ يعني الكينج ليه ستايل. بصي هو السامبلينج كده كده في الهيب هوب عامه هو شيء يعني متعارف من زمان، يعني ان انت تاخدي اغنيه معروفه او مقطوعه موسيقيه معينه وتبتدي اللي انت تلعبي فيها وتطلعي حاجه تمكسيها مع الراب، دي حاجه بتحصل من زمان يعني. وزي ما قلت لك في الاول هو كل شخص بيعتمد على الهويه بتاعته وازاي بيطبق الهويه دي مع المزيكا، فده اللي انا يعني بشتغل عليه دايما، يعني ان انا اربط الهويه بالمزيكا. نوبي انت عملت حفلات كتير. مش قوي يعني، النهارده تعتبر دي رابع حفله ليه. رابع حفله. الجمهور العالمين يمكن مختلف شويه عن الجمهور اللي انت بتشوفه في اي مكان تاني، حسيت ايه الفرق؟ يعني انت كرابر واقف على المسرح او هيب هوبر واقف على المسرح، بتشوف بتحس بالانرجي بتاعت الجمهور ازاي؟ والله بص يعني الانرجي كده كده كانت حلوه، وفي نفس الوقت انا في اي حفله دايما اللي هو بركز اكتر في اول 5 ثواني او 10 ثواني على المسرح، لان يعني دي اللحظه اللي بيبقى فيها الارتست شويه متوتر او كده، ففي اللحظه دي بحاول ان انا ما افكرش في حاجه غير ان انا مركز شويه في الاغنيه اللي هلعبها، وبطلع ومجرد ما بطلع بص للناس انا بحس الناس اوريدي يعني بتبادلني نفس الطاقه دي، فاهم قصدي؟ فبيكمل الشو على نفس النهج ده يعني لحد اخره.